الأدب في عصر صدر الإسلام من العام الأول الهجري إلى عام 40 هجريًا. أثر الإسلام في حياة العرب. كيف أثر الإسلام في حياة العرب؟ أوضح أثر ظهور الإسلام في حياة العرب. لما جه الإسلام طبعًا بدل حياتهم وبدل صفاتهم من القسوة إلى اللين والرحمة، من الظلم إلى العدل. وحد الأمة العربية تحت لواء الإسلام، وزعيم هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والدستور هو القرآن، بعد أن كانوا يعيشون في قبائل متفرقة تجمعهم العصبية. قضى على الوثنية والجهالة، ارتقى الإسلام بعقل الإنسان. أرسل الإسلام دعائم الأمة حتى تكون الأمة الإسلامية أمة مثالية، يدعو أفرادها إلى الخير، يتعاونون على البر والتقوى، وينهون عن الإثم والعدوان. إلى أين اتجهت أنظار العرب بعد توحد كلمتهم تحت لواء الإسلام؟ اتجهت أنظار العرب خارج حدود الجزيرة العربية، اتجهوا إلى البلدان المجاورة مثل مصر، العراق، بلاد فارس، وبلاد شمال إفريقيا. ما النتائج المترتبة على حركة الفتوحات الإسلامية؟ ترتب على الفتوحات الإسلامية أن استطاع العرب أن ينقلوا إلى البلدان الأخرى لغتهم ودينهم وآدابهم. أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة في كثير من البلدان التي تم فتحها. دخل أهل البلدان المفتوحة في الدين الإسلامي ونبغوا في اللغة والفقه والعلم. سمات الأدب في عصر صدر الإسلام. سار الأدب في ركاب الحضارة الإسلامية الجديدة. وضح. سار الأدب في ركاب الحضارة الإسلامية الجديدة. كان الشعراء يدافعون عن الدين، يمدحون رجاله، متأثرين بأسلوب القرآن العذب، بيانه الرصين، بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفصاحته التي كانت نموذجا وحدها في الشعر. ما سمات الشعر في عصر صدر الإسلام من حيث اللغة والمعاني والأساليب والأغراض؟ من حيث اللغة والمعاني، تهذيب ألفاظ اللغة بمحاكاة ألفاظ القرآن والسنة، تجنب غريب الألفاظ. أنا بعدت عن الألفاظ الغريبة، الألفاظ اللي فيها شرك بالله والعياذ بالله، أنا اتجهت إلى ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية. التوسع في دلالة الألفاظ بإخراجها من معنى إلى معنى آخر بينه وبين الأول مناسبة. استعمال ألفاظ الصيام، الزكاة، الصلاة، مؤمن، كافر، إلى آخره. من حيث الأساليب، ظهر تأنق في استخدام الأساليب، تفنن في أنواعها. من حيث الأغراض، إدخال أغراض جديدة على الشعر، ظهر شعر الفتوحات والمغازي الذي فرضته دواعي الجهاد في سبيل الله وفتح البلدان ودخول أهلها في الإسلام. لما في فتوحات بتظهر عندي، الفتوحات دي كانت بيبقى فيه زي شعر حماسة، الشعر ده سموه شعر الفتوح والمغازي. يبقى ايه سبب ظهور شعر الفتوح والمغازي؟ دواعي الجهاد في سبيل الله وفتح البلدان ودخول اهلها في الاسلام. النثر. شهد النثر في عصر صدر الاسلام نقلة نوعية عظيمة، فما سبب ذلك؟ التأثر بالقرآن الكريم والحديث الشريف، القيم والمبادئ التي اشتملت عليها الدعوة الاسلامية. اذكر الفنون النثرية التي قويت في عصر صدر الإسلام. طبعا على رأس ده كله كانت الخطابة، وظهرت الرسائل والوصايا والنصائح. ما مظاهر ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام وبما تميزت؟ مظاهر ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام، كثرة مواطنها، تحررت الخطابة من قيود الصنعة اللفظية، ترابط فكرها، استمدت معانيها من القرآن الكريم والحديث الشريف. بما تميزت؟ تميزت بطهارة ألفاظها. لماذا كثرت الرسائل في عصر صدر الإسلام وبما تميزت؟ في فتوحات، في رسائل، فبالتالي كثرت الرسائل في عصر صدر الإسلام. كثرت استجابة لحاجة الدولة التي تطلبت استحداث هذا النوع من النثر. قلت إيه هي الحاجة اللي هي كثرة الفتوحات؟ تميزت الرسائل في عصر صدر الإسلام بالإيجاز، الوضوح التام، والبعد عن التكلف. علل تطور فني الوصايا والنصائح في عصر صدر الإسلام. طبعا احنا دولة قلنا، او الأمة الإسلامية أمة مثالية، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
استجابة لروح الإسلام الذي يدعو إلى المعروف والتعاون على البر والتقوى. أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في اللغة والأدب. ما أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب؟ القرآن وحد اللغة، عمل على نشرها وترقيتها من حيث الأغراض والمعاني والألفاظ والأساليب. أصبحت اللغة العربية بعد الإسلام لغة خالدة. أحدث القرآن فيها علوما كثيرة وفنونا شتى لولاه لم تخطر على قلب. بعد ظهور الإسلام والقرآن اللي على لسان ربنا سبحانه وتعالى، ظهر علم النحو والصرف، علم المعاني، علم البديع، علم البيان. وضح أثر الحديث الشريف في الأدباء. تأثر الأدباء بالحديث الشريف في الفصاحة والبلاغة والإيجاز والبيان بالدرجة الثانية بعد القرآن، خاصة في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، جوامع كلمه التي هي القدوة الحسنة للأديب، والحلية التي يزدان بها كلام الكاتب والخطيب. كانوا لازم أو عاد عندهم بعد الإسلام إن هم عشان يوضحوا الفكرة بتاعتهم يزينوا كلامهم بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم.